الو، السلام عليكم. صباح الخير، صباح النور. تتم لي كابسول اللي كنديرو ديما. اليوم نهضروا على الموضوع اللي كيف توصل بزاف الاسئله عليه، هو لا بيغ دو بوا، ولا شي واحد بغى ينقص الوزن. بزاف النساء ولا الرجال كيسولوني بغيت نقص الوزن، ونعطيكم واحد ثلاثه الافكار دابخي ما بتيت اكسبيريونس التجربه ديالي في هذا الوزن. انا كان عندي واحد الوقت الوزن كبيره، ويعني عانيت من داكشي، ولكن نعطيك واحد الفكره منين دزت والابحاث اللي كندير، القرايه، لي سيمينار بارابور على بيرت دو بوا. لا بيرت دو بوا اللي لي ان برينسيپ كي سامبل، سي لو ديفيسيت كالوريك. يعني ديفيسيت كالوريك شنو كندخل وشنو كنحرق، انبوت الى اوتبوت، كيسكو جو كونسوم كيسكو جو بروي. كنقولوا بالعربيه وحده حراريه، كيلو كالوري. وحده حراريه هي عباره عن وحده ديال الطاقه، الطاقه ديك الطاقه اللي كتدخل واش كتستهلكها ولا كتخزنها، لان الجسم واحد لا ماشين ديال الاستوكاج عظيمه. ديك الوحدات الطاقيه اللي ما كيتستهلكوش كيخزنهم، كيخزنهم لك في المناطق البارده، في الارض، في المؤخره، في البطن. سا ديبون كل شخص، سا ديبون واش مستريسي ولا لا، سا ديبون لي زورمون ديالو، مي كيخزن لك هذيك الطاقه لانك ما كتستهلكهاش. لذلك خص يكون ان ديفيسيت كالوريك. بغيت نقص الوزن خص يكون ديفيسيت كالوريك باش نكونسومي داك المخزون اللي عندي. عندك مخزون كبير وكتزيد كتكب عليه المخزون، كتعمرو كتعمرو كتعمرو، غيعمر وغيفيد. كذلك الانسان، الجسم ديال الانسان كيفيد، لان كيعمر بالدهنيات، كيعمر بالطاقه. هذا لو برومي برينسيپ، انبوت لاوتبوت. دوزيام برينسيپ سي ليكزارسيس فيزيك. ليكزارسيس فيزيك خصك الحركه. الحركه ماشي ما كنعنيش بها الجري ولا السباحه ولا الحركه، يمكن على مارش، يمكن عاد كتطلع في الدروج، يمكن كتمشي تسخر، كتمشي عند الجزار، كتبوج، كتحرك، ما كتبقاش جالس بزاف قدام التلفازه وكتدخل في الطاقه اللي ما كتستهلكهاش. يعني البرومي سي لو ديفيسيت كالوريك، انبوت اوتبوت. دوزيام دي شوز هو الحركه، لاكتيفيتي فيزيك، الحركه في الدار، لا مارش، كنتمشى. ثوازيام دي شوز واللي هو مهم هو لا كرونو نوتريسيون. لا كرونو نوتريسيون، كرونو هو الوقت، نوتريسيون هو التغذيه، وقتاش كتاكل. المشكل كاين عند بزاف ديال الناس انهم كيبداو الماكله ورا 6 د العشيه. راه حنا بحالنا، بحال العصافير، بحال الحيوانات. الانسان كيقول لك ما غنقولش لك اصله قرده اصله بنادم، مي عندنا صفات حيوانيه. ملي كينزل الضو، كتنزل اشعه الشمس، ما كتبقاش، كيجي الغروب، ما كتبقاش عندك، ما خصش تبقى عندك لابيتي باش تاكل، لان ما كتبقاش لاكتيفيتي. يعني ورا 6 د العشيه كنقص الماكله، كنقص لي كالوري. الا ما نقصتهمش غنبدا نخزن، وهذا هو المشكل. لان الناس ملي كيدخلوا من الخدمه مع 6 للعيالات للرجاله، كيبداو ياكلوا. لان علاش كياكلوا؟ لانهم ماشي مشغولين، لان ما عندهم لا خدمه لا والو، كيجلسوا قدام التلفازه. هذا كياخذ ان كرون غوبا. لو كرون غوبا كيكونوا بنهار، لان مازال كتحرك، مازال كدير لاكتيفيتي في العشيه، كتدخل مع 6 ونص 7 لدارك. الا كليتي مع 8 ولا 9 11 غتنعس، يعني جوج سوايع ما تهضمش فيها، وغتخزن كاع ديك الطاقه اللي خزنتي، غتخزنها ما غتنعش مزيان وما غترتاحش. الديرني كونساي ماشي هو الرابع ولا كلشي، فقدان الوزن ولا لا بريز دو بوا اللي ليي والسومي. خصكم تنعسوا مزيان، حاولوا تنعسوا مزيان، وغنجيبوا الموضوع ديال النعاس من بعد، مي حاولوا تنعسوا مزيان. الا كنتي كتنعس مزيان ما غتاخذش البوا. بهذا كنكمل هذه الحلقه ديال اليوم، كنشكركم. ولا كانوا شي اسئله مرحبا بكم. شكرا، ميرسي عبد الله ولدي اللي معايا هنا، اللي شاد لي التليفون كيله، اللي خدام معنا، تا هو كاميرا مان. شكرا عبد الله، شكرا لكم، ابيانتو.